أول رئيس يزور ليبيا منذ 2014 قيس سعيد في طرابلس. في مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي المنفي يعرب عن أمله في إجراء الانتخابات نهاية العام. ولجنة 5+5 تطالب مجلس الأمن بالتدخل لإخراج المرتزقة من ليبيا فورا. أهلا بكم إلى نشرة الرابعة التي تتابعون فيها أيضا. اكتشاف سلالة الجنوب أفريقية في ليبيا وعدد من المدن تعود للإغلاقات. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل صباح اليوم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى العاصمة طرابلس، وكان في استقبال سعيد لحظة وصوله إلى مطار معيتيغا الدولي كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني. هذا وناقش الرئيس التونسي مع المسؤولين الليبيين عددا من الملفات والقضايا التي تهم البلدين. هذا وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد أن الشعب الليبي لن ينسى وقفة الشعب التونسي معه طوال الفترات الماضية، مؤكدا اعتزاز الشعب الليبي بالعلاقات بين البلدين والعمل معا على إعادة العلاقات لسابق طبيعتها على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة التي وصفها بالتاريخية بالتزامن مع تسليم السلطة في البلاد، معربا عن أمله أن ينتهي هذا العام بإجراء انتخابات عامة. بداية جديدة يأمل الليبيين أن تنتهي نهاية هذا العام بانتخابات رئاسية وبرلمانية، فنحن لن ننسى وقفة الشعب التونسي معنا طيلة هذه الفترات، ونؤكد فخامتكم سيادة الرئيس على خصوصية العلاقات ووحدة المصير والمستقبل المشترك بين شعبينا وبلدينا. من جانبه أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مبينا أنه تم بحث العديد من القضايا الهامة ذات العلاقة المشتركة بين ليبيا وتونس، مؤكدا أهمية المرحلة بالنسبة لليبيا لاسترجاع سيادتها واختيار الدستور والإصغاء إلى رأي الأغلبية لاستشراف مستقبل يجسد أحلام الليبيين. أهم ما في هذه المرحلة بالتأكيد في ليبيا وفي غير ليبيا من أمتنا العربية أو أن تسترجع شعوبنا سيادتها كاملة، هي التي تختار دساتيرها وتختار ما تريد وما تريد شعوبها. أنتم كما نحن في تونس نمر بمرحلة دقيقة، ولكن حينما نصغي إلى رأي الأغلبية وحينما نتعظ بالأخطاء التي وقعنا فيها وحينما نستشرف ونتشوف مستقبلا آخر مختلفا عما سبق، بالتأكيد سنجسد أحلامنا هذه. في السياق ذاته بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد الملف الصحي، خاصة ما يتعلق بمواجهة وباء كورونا. وأعلن سعيد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا ستترك لها المسائل الفنية للتنسيق بين البلدين بشأن اللقاحات، إضافة إلى إحياء الاتفاقيات المبرمة من قبل وتطويرها لتلائم الأوضاع الجديدة. الجانب المتصل بالصحة خاصة بعد قدوم اللقاحات والتطعيمات والتنسيق بين البلدين في هذا المجال، لنترك للجنة العليا
التي ستنعقد في الأسابيع القادمة النظر في محتواها وفي تفاصيلها. قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الوقت الممنوح للسلطة الانتقالية الجديدة لا يكفي لإتمام مشروع كبير الحجم والأهمية كالمصالحة الوطنية، لكنه كفيل بوضع أسسه فقط. العباني في تصريحات صحفية أضاف أنه يجب اقتران المصالحة بتعويضات مالية عادلة للمتضررين ورصد ميزانية كبيرة تتناسب وكثرة ضحايا الانتهاكات وفداحة الأضرار، كما حذر من مخاطر تغلغل الفساد وابتلاعه للأموال التي قد تخصص لهذا الغرض، لافتا إلى أن الأموال متوفرة وحجم الإنفاق الحالي بالبلاد كبير جدا لكنه بلا نتائج بسبب تغلغل الفساد. أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عزم حكومة بلاده على تقديم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال استقبال دي مايو للسفير الليبي في روما عمر أترهوني، حيث هنأ دي مايو الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وإيطاليا. من جانبه قدم ترهوني شكره للجهود التي تبذلها إيطاليا في إطار التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات. ردت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر على تساؤل بشأن إمكانية إعادة الولايات المتحدة سفيرها إلى طرابلس بعد التقدم السياسي الذي حدث في ليبيا، قائلة في بيان صادر عنها أمس إن أمريكا ليس لديها حاليا أي شيء قيد الإعداد ولا تخطط للإعلان عن إرسال أي سفير إلى المنطقة. استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح اليوم نائبة السفير هولندا لدى ليبيا مونيك كوزليوس والوفد المرافق لها. اللقاء الذي حضره عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة جاء في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا. هذا واختتمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس دورة تدريب سفيرات التوعية الانتخابية التي أشرفت عليها بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية. هذا وحضر فعاليات الاختتام كل من مدير عام المفوضية يحيى الجديد ومدير إدارة التوعية الهادي القرقوطي ومسؤولة وحدة دعم المرأة سوزان حمي. قام وزير الخارجية المفوض محمد سيالة أمس بتسليم مهامه لوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلان منقوش. عقدت المنقوش برفقة سيالة اجتماعا عقب إتمام مراسم الاستلام بحضور وكلاء ومديري الإدارات في الوزارة. يشار إلى أن نجلاء المنقوش تعد أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية في ليبيا. في الملف الأمني، طالبت اللجنة العسكرية المشتركة في بيان لها أمس مجلس الأمن والدول التابعة أو المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التي ينتمي إليها المرتزقة والمقاتلون الأجانب بسحبهم فورا من الأراضي الليبية. اللجنة باركت أداء اليمين للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، كما ثمنت التزام القادة الميدانيين الكامل باتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل البيان نتابعها في التقرير التالي. في ختام الجولة الثامنة التي عقدت بمقرها الدائم في مدينة سرت، باركت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مراسم حلف اليمين الدستوري التي جرت من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مثمنة زيارة رئيس الحكومة للجنة العسكرية والاجتماع بها في مقرها بمدينة سرت بعد ساعات من أداء الحكومة اليمين الدستوري. تبارك اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 حلف اليمين الدستوري من قبل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا. اللجنة كشفت في بيان لها عن أنها ناقشت على مدى يومين آلية تنفيذ بند خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وأكدت على ضرورة استمرار الجهود لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا، مكررة مطالبتها مجلس الأمن والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التي يتبعها المرتزقة والمقاتلون الأجانب بسحبهم فورا من الأراضي الليبية. وتكرر اللجنة مطالبتها لمجلس الأمن
والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابعين لها المرتزقة والمقاتلين الأجانب بسحبهم فورا من الأراضي الليبية. كما ناقشت اللجنة خلال الجولة الثامنة من المباحثات موضوع مواصلة تبادل المحتجزين وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، مشيرة إلى استكمال النقاش مع الفريق المتقدم المرسل من أمانة الأمم المتحدة حول الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين على الأراضي الليبية. وفي هذا الصدد قدمت لجنة 5+5 الشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والفريق التابع لها على مجهوداتهم ودعمها الدؤوب والمستمر. وحول اتفاق وقف إطلاق النار، ثمنت اللجنة العسكرية المشتركة التزام القادة الميدانيين الكامل بهذا الاتفاق، مشيدة بمجهودات لجانها الفرعية وفرقها الميدانية وما قامت به من خطوات وتذليل للصعوبات في سبيل التنفيذ الأمثل لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بإزالة الألغام ومخلفات الحرب التي أعلن عن البدء في تنفيذها في 10 فبراير الماضي، وكذلك الترتيبات الأمنية تمهيدا لفتح الطريق بما يكفل سلامة مستخدميه. اللجنة العسكرية المشتركة كشفت عن اجتماع سيعقد قريبا لتقييم جاهزية وفتح الطريق الساحلي في مدة أقصاها 2 أسبوع من تاريخ هذا البيان. أقيمت صباح اليوم مراسم استلام وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن مهام الوزارة بمكتبها في ديوان وزارة العدل بمدينة طرابلس، حيث تمت المراسم بحضور رئيس لجنة التسليم والاستلام علي سويسي وعضوية كل من رمضان جاد الله وعبد الرحمن لمين. أعلنت مديرية أمن بنغازي اتخاذها جملة من الإجراءات القانونية الصارمة تنفيذا لتعليمات القائد العام، وذلك بضبط أي مركبة تتجول دون مستندات رسمية ودون لوحات ووضعها بالحجز القانوني، والتشديد على إزالة معتم الزجاج مع تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة والانتشار الأمني والمروري المكثف على كامل الطرق الرئيسية. كما أكدت إطلاق الحملات الأمنية والمرورية المكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بأنواعها كعدم التقيد بالسرعة القانونية واتخاذ الإجراء القانوني وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور. كما سيتم رفع كل المركبات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في ازدحام مروري. بناء على التعليمات المباشرة من السيد القائد العام قوات المسلحة الليبية مشير أركان حرب خليفة رئاسة حفتر، وفي إطار تنظيم إعادة الغرفة الأمنية العليا لتأمين مدينة بنغازي، وبناء على التوجيهات الصادرة من السيد مدير أمن مديرية بنغازي العميد ونيس الشكري، تم بفضل الله المباشر توجيهات الصادرة بخصوص تسجيل المركبات الآلية لتتجول داخل المدينة بدون لوحات، حتى نرفع عبء التكلفة على المواطن الكريم لمدة شهر مقيدة من تاريخ 15/3/2021 إلى تاريخ 15/4/2021. جاءت هذه البشرى احتراما واكراما للمواطن الكريم داخل مدينه بنغازي، حتى نتمكن من احترام النظم الساريه في قوانين المرور. إلى ملف كورونا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف 15 عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور من سلالة جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى اكتشاف عينتين متحورتين من السلالة الإنجليزية. وأضاف المركز أن هذا يؤكد سعة انتشار السلالة الإنجليزية وانتشار سلالة جنوب إفريقيا المتحورة لأول مرة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الانتشار قد يفاقم الوضع الوبائي بشكل أكبر. كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس عن تسجيل 1054 إصابة و16 وفاة بفيروس كورونا،
وأضاف المركز في بيانه الأخير وصول العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 148,175 حالة، تماثل منهم للشفاء نحو 135,000، وتوفي 2,422 متأثرين بمضاعفات الفيروس. أعلن الفريق الطبي لمكافحة كورونا بزنتان تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسلم مختبر مركز التقنيات الحيوية فرع الزنتان ل 92 عينة، وبذلك تصبح نسبة الحالات الموجبة من مجموع العينات المستلمة 58%. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف عضو اللجنة الطبية بالزنتان السيد علي العربي. أهلا بك سيد علي، دعنا في تفاصيل الوضع الوبائي في مدينة الزنتان بالخصوص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوضع الوبائي في مدينة الزنتان يعتبر زي الجبلية ارتفاع شديد، وارتفاع شديد وزيادة نسبة الإصابات وزيادة حتى نسبة الوفيات. نعم. فهذا نفس اللي يتطلب من المثال في الماضي اللي عندنا شهد يعني شهيد الكسب، ولكن الحمد لله تحصلنا هذه وإن شاء الله الأمور تكون كويسة إن شاء الله. سيد علي، يعني نسبة 58% من مجموع الإصابة من مجموع العينات التي يتم فحصها في الزنتان تخرج منها 53 إصابة، هذا رقم مقلق، هل هناك أي إجراءات جديدة أوصيتم بها لتنفيذها بمدينة الزنتان ربما بعد هذا التفشي الكبير للوباء؟ والله التوصيات الشديدة هي نفس التوصيات القديمة، لكن يعني بالتباعد الاجتماعي كذا، ولكن سيد علي العربي عضو اللجنة الطبية بالزنتان شكرا جزيلا لك. أعلن مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي بالكفرة تسليم 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك إجمالي عدد حالات الدخول بقسم العزل 16 حالة، في حين وصل عدد الحالات النشطة إلى 22 وفقا لما جاء على صفحة المستشفى الرسمية بالفيسبوك. أصدرت اللجنة الطبية التنفيذية الجبل الأخضر بيانا يقضي بإغلاق صالات المناسبات والمقاهي والصالات الرياضية والأسواق الشعبية وساحات أسواق السيارات، بالإضافة إلى اقتصار تعبئة الوقود على المشغلين بالمحطات تفاديا لانتقال الإصابة بكورونا. هذا وطالبت اللجنة في بيانها الموجه إلى رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا ورؤساء المجالس التسييرية ومديري الرقابات الإدارية والأمن ببلديات الجبل الأخضر، طالبت بتخفيض معدل العمل بالمصالح الحكومية إلى 20% من المعدل الفعلي، إلى جانب إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات وغيرها من التعليمات. وجه مراقب التربية والتعليم في مدينة البيضاء عطية دكماك مديري مكاتب الخدمات التعليمية ومديري المدارس بعدم فتح المدارس إلا لإجراء الامتحانات النهائية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد بيان أكد فيه رئيس اللجنة الطبية في الجبل الأخضر أن الوضع الوبائي يسجل انتشارا متزايدا ومتسارعا لحالة الإصابة بفيروس كورونا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الجبل الأخضر السيد عبد الرحيم مازق. سيد عبد الرحيم أهلا ومرحبا بك في نشرة الرابعة. أهلا ومرحبا بك يوم طيب وإن شاء الله. سيد عبد الرحيم، ضعنا في صورة الوضع الوبائي هناك في مدينة البيضاء وفي الجبل الأخضر بشكل عام. وطبعا الوضع الوبائي يعني الجغرافية الجبل الأخضر المكدم البلدية كان بالضبط شرقا حتى بلدية الساحل غربا وتوسطها مدينة البيضاء حيث الازدحام السكاني. طبعا نشاهد خلال العشر أيام أو الأسبوعين الماضيين ازدياد في عدد الحالات، وكانت الذروة خلال هذا الأسبوع ازدياد كبير جدا في عدد الحالات المسجلة بصفة يومية وبأعداد قد تكون كبيرة على مختلف الأصعدة من طلبة المدارس أو من طلبة الجامعات أو من المواطنين.
الامر الذي دق ناقوس الخطر فعلا في هذه المدينه، وللاسف المواطنين سامحهم الله لم يتقيدوا بجميع التحذيرات وجميع التوصيات والالتزام بالاجراءات الاحترازيه عن الشرار والوباء، رعايه الخروج من الضروره، ابتداء الكمامات الواطيه، والابتعاد عن اماكن الازدحام، الامر الذي ساعد على انتشار هذا الوباء بشكل كبير وتسجيل اعداد كبيره من الاصابات. تجهيز مركز العزل السريري في ساحات الامراض الشبيه بمدينه المنصوره، ومما اضعف كاهل الطواقم الطبيه، وادى الى صعوبه كبيره جدا بتقديم الخدمه، بيقول نقص كبير جدا بالاكسجين الطبي وبعض الامكانيات من بعد من مواد الحمايه الشخصيه، وكذلك من مواد الكشف والفحص واجراء المسحات الانسجه البلعوميه. كل هذا الشيء قد ينذر اذا لم تتخذ اجراءات عاجله وفوريه. الدين ما لا تفقد القطاع على المستوى الصحي بالمنطقه، الامر اللي نراه. سيد عبد الرحيم، برأيك هل يتطلب الأمر إغلاق أشد من ذلك خصوصا في هذا الوضع، ومع اكتشاف سلالة جنوب أفريقيا والسلالة الإنجليزية أيضا في ليبيا؟ نعم، من خلال الخطة الموضوعة والتي اقترحناها على الجهات المسؤولة للتقيد بها، حنعمل على شقين. الشق الأول وهو بدء الإغلاق بشكل جزئي لبعض أماكن التجمعات وأماكن لا يتقدم عليها المواطنين، وكذلك وضع خطة قد نلجأ الخطة الثانية وهو الإغلاق التام. لأن الإغلاق التام يحتاج إلى دراسة مستطيلة ووضع خطة ومتسهيل أمور المواطنين من صافي المرتبات ومن سير العمل في الجهات الحكومية والجهات الخدمية الصحية بالذات. نحن نعلم أن الآن إدارة الخدمات التعليمية ووزارة التعليم في هذه الأثناء تجري الامتحانات النهائية للفصل الأول من العام الدراسي. أذن باستمرار الامتحانات، فقط تستمر المدارس لإنهاء الامتحانات. بعد هذه الامتحانات ستبدأ العطلة النصف سنوية، حتكون فرصة مواتية لإجراء إغلاق تام. قد يحدث إغلاق تام بعد انتهاء الامتحانات. في نفس الوقت حاولنا ان نشدد على جميع اماكن الازدحام واماكن التجمعات للقاضي تماما، كذلك تخفيض عدد العاملين في المصالح والدوائر الحكوميه للحد الادنى، ومحاوله وضع حلول لصرف المرتبات عند ورود الى المصارف، ولتخفيف الوضع المالي على المواطنين بعدم حدوث اي ازدحامات داخل المصارف، وعلى ان نقتصر العمل على الامور الضروريه واللازمه فقط داخل هذه المؤسسات الحكوميه. نعم، سيد عبد رحيم مازق رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الجبل الأخضر، كل الشكر لك. أعلن عميد بلدية كاباو حالة النفير القصوى وإقفال القطاعات الخدمية كافة، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات داخل البلدية. كما ناشد عميد البلدية الكوادر الطبية التدخل بشكل عاجل لإنقاذ مدينة كاباو، مؤكدا أن المجلس البلدي سيتكفل بدفع مكافآت مالية لكل من يرغب في التعاون معه. عقدت بديوان وزارة الصحة بطرابلس مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الصحة، حيث سلم وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق لطفي الجالي لوزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي. هذا وأكد الزناتي في كلمة له خلال المراسم على حلحلة جميع مشاكل القطاع الصحي كتوفير أدوية الأورام ومشغلات الكلى ومكافحة جائحة كورونا، داعيا إلى تضافر جميع الإدارات بديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي. وفور استلامه ناقش وزير الصحة علي الزناتي بعض الأمور العالقة بديوان الوزارة والمتعثرة والعاجلة، ومن أهمها اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة واعتماد الملاك الوظيفي، إضافة إلى خطة عمل الإدارات للعام الجاري. جاء ذلك في أولى اجتماعات الزناتي بديوان وزارة الصحة بحضور لفيف من المسؤولين. وزير الصحة أكد على ضرورة التعاون بين جميع الإدارات، وذلك لتخطي جميع المشاكل والعقبات المتراكمة التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أن هدف الوزارة الأسمى هو تقديم خدمات صحية تليق بتطلعات المواطن الليبي.
أجرت قافلة طبية زيارة إلى مستشفى غدامس العام، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأهالي المدينة. جرى خلال هذه الزيارة الكشف عن 550 مريضا على مدار يومين من قبل أطباء جزائريين وأطباء من مدينتي مصراتة وزليتن، بالإضافة إلى توفير بعض الأدوية للمرضى وتدريب بعض الكوادر الطبية بالمستشفى. يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المناطق الحدودية واستمرارا لمسيرة القوافل الطبية في تقديم الخدمات الصحية للمرضى في المناطق البعيدة. تسلمت مراقبة التعليم ببلدية الريائنة 6 فصول دراسية تم إنشاؤها بمدرسة العين الشرقية بالمدينة بدعم من شركة المدار ضمن الجهود الإنسانية والاجتماعية للشركة. تأتي هذه الخطوة في إطار معالجة الاكتظاظ الذي تعانيه المدرسة خاصة في ظل جائحة كورونا، وما يترتب عليها من ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعي. المبنى بهذه الجودة العالية ليضاف إلى مدرسة العين الشرقية ليحل لنا مختنق الاكتظاظ بالطلبة وتقريب الخدمات للأهالي بدل ما يمشوا لمدارس بعيدة هي أمام منازلهم، ويعتبر هذا حي سكني كبير جدا وفيه مجموعة كبيرة من العائلات يسكنوا قراب من المدرسة، أبنائهم وبناتهم اللي يقروا واللي يقروا قراب من المدرسة، حل لنا الإشكالية الرابعة ومستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. وزير الاقتصاد يؤكد وضع خطة لتوفير السلع والسيطرة على الأسعار في رمضان. أهلا بكم من جديد. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة منشورا موجها للوزراء بحكومتي الوفاق والليبية حول قيام العديد منهم باتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على مراكز قانونية بالمخالفة للصلاحيات التسييرية لتصريف الأعمال التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة. الدبيبة نبه إلى أن كل تلك الإجراءات المخالفة باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني، مشددا على الإيقاف المؤقت لانعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة إلى إشعار آخر، إلى جانب حظر قيام مكتب السجل التجاري العام ومكاتبه بأي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام المنشور. ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها وسبل تدليلها، وذلك خلال اجتماعه بمديري المكاتب والإدارات بديوان الوزارة. الحويج أكد أن الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فيما يخص توفير السلع بالسوق المحلي والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص، لافتا إلى أن الوزارة ستتجه نحو تبني نظام يمكنها من تقليل المركزية ودعم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لما له من دور كبير في تنمية الموارد البشرية ودعم الاقتصاد والصناعات المحلية. التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنعلة وزير المواصلات محمد الشهوبي في إطار مناقشة خطط المؤسسة. هذا وناقش الاجتماع المحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته بما يحقق مزيدا من الدخل للدولة. من جانبه شدد الشهوبي على تقديم الدعم الكامل للمؤسسة كونها الرافد الأساسي لاقتصاد البلاد والميزانية العامة، فيما أكد صنعلة أن المؤسسة لن تدخر أي جهد لتقوية اقتصاد ليبيا وحفظ ثرواتها من أجل الأجيال القادمة.
شرعت منظمة قارة عافية للتنمية الإنسانية في استقبال وحصر ملفات الليبيات المتزوجات من أجانب، كما استلمت ملفات الأسر الأكثر احتياجا بمدن الجفرة الخمسة بهدف توزيع مساعدات إنسانية عليهم خلال شهر رمضان المبارك. هذه الخطوة التي جاءت بالتنسيق والتعاون مع منسقية المنظمات بالمنطقة الجنوبية لإعداد منظومة بيانات متكاملة لهم تأتي في إطار سلسلة الأعمال الإنسانية والخيرية التي تقدمها المنظمة للأسر المحتاجة. شرعت منظمة قارة عافية للتنمية الإنسانية باستقبال بعض الملفات من الأخوات المتجوزات من غير ليبيين وبعض من الأسر المستضعفة داخل هذه المنطقة. تتكون الأعداد من 143 مقترب و150 إلى 200 مستضعف، وما زال العدد متوالي استعدادا لشهر رمضان المبارك لتخفيف المعاناة لهذه الأسر في هذا الشهر الكريم مع التنسيق مع منسق المنظمات بالمنطقة الجنوبية. بدأت بمدينة الرجبان فعاليات دورة فقه الزكاة ونظام قيدها جباية وصرفا التي يشرف عليها مكتب صندوق الزكاة بالمدينة. الدورة التي تستمر 4 أيام جاءت بهدف الرفع من كفاءة موظفي صندوق الزكاة بمكاتب صندوق الزكاة بمنطقة جبل نفوسة وباطن الجبل. تستمر هذه الدورة إلى 4 أيام ممكن. مستهدف جميع موظفي الزكاة، مدراء المكاتب ومدراء مكتب الجباية، قسم الجباية وقسم مكتب المصروفات أو الصرف في جميع مكاتب المنطقة الجبلية وفي جبل في الجبل. انطلقت صباح اليوم بقاعة المرحوم أحمد ضوي بالمركز الثقافي غدامس فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإجراءات الجمركية والتعرفة الجمركية استعدادا لفتح الحدود الليبية الجزائرية. يشار إلى أن هذه الدورة التي أقيمت من أجل تعزيز الجانب الاقتصادي بين البلدين تستهدف أعضاء مركز جمرك منفذ غدامس وقسم مكافحة تهريب المخدرات وقسم مراقبة الحدود البرية غدامس، وستستمر على مدى أسبوعين. في إطار الخطة اللي وضعتها مصلحة الجمارك من أجل تطوير القدرات البشرية في المصلحة وبالتعاون مع وبإشراف الإدارة العامة للتخطيط والتدريب، تم استهداف مركز جمارك غدامس واللي يتمثل عندهم المنفذ الحدودي الدبداب حدود الليبية الجزائرية، كذلك سرايا الحدود سرايا حرس الحدود التابعة للمصلحة. تم إجراء وبداية الدورة التدريبية في الإجراءات الجمركية والتعريفة الجمركية من أجل رفع قدرات القوى العمومية بمركز جمرك غدامس. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقتين الغربية والجنوبية ستصل إلى 2:30 لهذا اليوم، في حين سيصل عددها إلى ما بين 2 إلى 3 ساعات في المنطقة الشرقية بحسب نشرة الأحمال اليومية الصادرة عن الشركة. ميناء بنغازي مشاهدين الذي يشهد حركة تجارية وملاحية نشطة، حيث تجولت كاميرا قناتنا في الميناء للاطلاع على الدور المهم الذي يقدمه لأهالي المدينة والمناطق المجاورة. لنتابع. الشريان الأساسي لمدينة بنغازي ومدن الشرق الليبي والذي يمدها بمختلف احتياجاتها الحياتية. هنا وفي ميناء بنغازي الواقع على ساحل البحر المتوسط تجولت كاميرا قناتنا بين العاملين في الميناء للاطلاع على الدور الذي يقدمه أكبر الموانئ الليبية من حيث المساحة والذي تعتمد عليه بنغازي بشكل كبير في نشاطها التجاري. ميناء بنغازي البحري مساحته بحوالي 230 هكتار بين مساحة مائية ومساحة يابسة. ميناء بنغازي يعتبر من المواني الرائدة في ليبيا ومن أول المواني اللي خدمت، كونه ميناء رئيسي للمنطقة الشرقية بالكامل والمنطقة الجنوبية. يعمل ميناء بنغازي على توريد واستيراد جميع البضائع التي تدخل المدينة والمدن اللي حواليها. ميناء بنغازي الميزة بتاعه أنه يعتبر من
هو من المواني المصنفة في مواني العبور الدول الحديثة في الأفريقية تشاد النيجر وشمال السودان منطقة دارفور. وكانت لنا تجربة سابقة وناجحة في 2007 تقديم المساعدات لدارفور عن طريق ميناء بنغازي. القائمون على أعمال الميناء أشاروا إلى أن الميناء يشهد حركة تجارية وملاحية نشطة في الفترة الأخيرة، بالإضافة لاعتماد المدينة عليه في استيراد مختلف المواد والبضائع التي يحتاج إليها المواطن. الحمد لله رب العالمين، ميناء بنغازي يشهد حركة تجارية وملاحية نشطة الحقيقة، الحمد لله رب العالمين. طبعا عارفين الأيام القادمة إن شاء الله في انتظار شهر رمضان المبارك. طبعا مدينة بنغازي معتمدة اعتماد كبير على ميناء بنغازي البحري، ميناء بنغازي البحري يورد في جميع المواد الخاصة بالمواطن من جميع المواد. طبعا نتكلم معاكم وخلفنا سفينة جايبة تقريبا حدود 360 ألف كيس من مادة السكر. طبعا قبل فيه سفينة جايبة 2000 رأس من الأغنام و500 رأس من الأبقار من يومين وغادرت. بضائع مختلفة، حاويات، اسمنت، الحمد لله ميناء بنغازي بجهود الرجال، بجهود جميع جهات تكاتل جميع جهات الحقيقة. وفي ختام جولتنا كان لابد من المرور على قسم التفتيش البحري في الميناء. المسؤولون هنا أوضحوا لنا ما يقوم به القسم من تفتيش على شهادات السفن والطواقم البحرية، سواء كان ذلك من الطرف الليبي أو الأطراف الدولية التي تتعامل معها. عملنا كإدارة التفتيش البحري، وهي الأساس لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها خاصة ليبيا، وهي سلامة طاقم السفن وكذلك التلوث البحري، لو حصل أي تلوث لا سمح الله مثلا في موني بنغازي أو موجودين فيه يعني. تكاتف الجهود بين العاملين والمسؤولين عن ميناء بنغازي هو ما منحه اليوم أهمية كبيرة في الحركة التجارية. يبقى أن هناك أصوات تناشد الحكومة الجديدة ضرورة تقديم الدعم للميناء بشكل أكبر. تنظم كلية الهندسة بجامعة بني وليد هذه الأيام المؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية بمشاركة جمع من الباحثين والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من عدد من الجامعات الليبية. يشار إلى أن المؤتمر يهدف للتعرف على مجال صناعة مواد البناء وتبادل الخبرات العلمية بين المتخصصين والمساهمة في ضبط وتأكيد الجودة لمشروعات التشييد الجارية، إضافة إلى تقديم الخبرات الاستشارية والخدمات العلمية للهيئات والشركات العامة والخاصة. افتتح عميد بلدية زليتن مفتاح مادي رفقة مدير عام جهاز إدارة المدن التاريخية عبد المولى السويدي مكتب جهاز إدارة المدن التاريخية بالبلدية. هذا وحسب صفحة المجلس الرسمية على فيسبوك، فقد عقد اجتماع على هامش الافتتاح بديوان البلدية، تطرق الحضور من خلاله لأهمية تطوير المعالم التاريخية ببلدية زليتن، والتي من بينها مبنى القشلة التاريخي الذي شرعت البلدية في ترميمه. قصر القشلة العثماني بمدينة بنغازي أثر من الحقبة التركية ذي قيمة جمالية ومعمارية، يعاني الإهمال وجدرانه وأسقفه آيلة للسقوط. كاميرا قناتنا كانت لها جولة في القصر لنتعرف عليه في التقرير التالي. مبنى القشلة أحد المباني التاريخية الضخمة الواقعة في مدينة بنغازي، صنف مبنى عسكريا يرجع تاريخ إنشائه إلى فترة حكم رشيد باشا الثاني التي استمرت منذ عام 1889 إلى عام 1893، وتم الانتهاء من الجزء الأمامي منه عام 1895، ثم أضيف جزءان جانبيان له في فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا. طول عمرها عاشت فترات حربية، طول عمرها عاشت فترات كانت مأوى للجنود، يعني في العهد العثماني كان فيها جنود أتراك، وفي العهد الإيطالي استعملتها الحربية الإيطالية كمعسكر إيطالي، وفي عهد الملك أيضا استعملت كمعسكر للجيش الليبي. القصر التركي يقع في منطقة البركة مجاورا لحي الكيش، ويتجاوز عدد غرفه 360، ويوجد سور كبير يحيط بأجزاء المبنى،
ورغم القيمة التاريخية له فهو غير مستغل ويحتاج إلى ترميمه والمحافظة عليه، لأنه يرتبط بالكثير من الأحداث والوقائع التاريخية التي مرت بها مدينة بنغازي في فترات تاريخية مختلفة من العهد العثماني الثاني إلى فترة الاحتلال الإيطالي. نحن أمام هذه القشلة نشعر بأن نحن حكينا كثيرا على ترميم وصيانة هذه القشلة، لأن هي نتيجة عوامل التعرية، الأمطار والرياح والشمس والحرارة والأشياء هذين بدأت يعني تنهار من جهات، وأيضا العبث، لأن في ناس تدخل إلى القشلة بدون حراسات وتعبت بها. هو مبنى رائع من المباني التي نحتفظ بها كمباني من العهد العثماني الثاني، تفخر بها مدينة بنغازي أن هي في العهد العثماني الثاني عندنا مبنى عسكري زي القشلة. ويكتسب مبنى ثكنة البركة قيمة أثرية باعتباره نموذجا مميزا للثكنات العسكرية التي حرص الولاة على إنشائها في معظم الولايات العثمانية، كما أنها تعتبر أكبر إنجاز معماري نفذه العثمانيون وربما الوحيد على تراب ليبيا. والقشلة حسب التعريف هي مأوى الجيش في فصل الشتاء، حيث قام الأتراك ببناء الجزء الأمامي بطابقيه الأرضي والعلوي وطابق سفلي تحت الأرض. هذه التاكنة العسكرية أو هذه القشلة التي أسسها رشيد باشا كان يعسكر فيها الأتراك أو الجنود الأتراك العثمانيين لحماية مدينة بنغازي. فيما بعد لما الإيطاليين 1911 احتلوا المدينة، جاءوا الإيطاليين إلى المنطقة واتخذوا من هذا المبنى وهذه القشلة تاكنة عسكرية للإيطاليين. هو مبنى تاريخي شهد على حقب هامة مرت على ليبيا، واحد من الأمثلة النادرة والمعدودة التي أبقى عليها الزمان في العالم الإسلامي حاليا. أسباب عديدة لعدم الاهتمام به وترميمه تعود إلى التمويل أحيانا أو إلى حاجة إلى خبراء مختصين بعلوم الآثار للحفاظ على التاريخ. وقبل الختام مشاهدينا أذكركم بالعناوين. كأول رئيس يزور ليبيا منذ 2014 قيس سعيد في طرابلس. في مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي المنفي يعرب عن أمله في إجراء الانتخابات نهاية العام. لجنة 5+5 تطالب مجلس الأمن بالتدخل لإخراج المرتزقة من ليبيا فورا. واكتشاف السلالة الجنوب إفريقية في ليبيا وعدد من المدن تعود للإغلاقات. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyaschannel.com أو على مواقع التواصل فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.